السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والمسرات أينما كنتم فوق هذه الأرض الطيبة المباركة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرار بين التنفيذ والتفنيد، برنامج يسلط الضوء على أبرز القرارات. أرحب بكم وبضيفي في هذا المساء الدكتور عبد الله بن صالح السعدوي، مدير عام الاختبارات المهنية بالمركز الوطني للقياس والتقويم. أبو محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شاكر لك تلبية هذه الدعوة. الشكر لكم حقيقة على هذا الاستضافة. موضوعنا لهذه الليلة هو القرار الصادر والخاص باختبار الكفايات والقياس للمعلمات. نعم. موضوع بس مجرد ما أثير بدأت التهم يعني تتقاذف ما بين مركز قياس ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم من جانب، ومن جانب آخر اللي هو المعلمات تحديدا لأن الموضوع يختص بالمعلمات أكثر. أعطيني بس مسوغات بداية إصدار هذا القرار عمن، لأنه نعرف وضع قياس هو جهة للتقويم والقياس بغض النظر عن النتيجة واتخاذ القرار. نعم. حتى لا تحملون فوق طاقتكم، مسوغات هذا القرار كيف صدرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اختبار المعلمين والمعلمات هو ليس من الاختبار الحديث، هو اختبار طبق من المركز اللي الآن 5 سنوات، وطبق في وزارة التربية والتعليم تقريبا لحوالي 8 إلى 10 سنوات، فهو الاختبار قديم وليس لأول مرة يطبق، ولكن كان يطبق على المتقدمين للتدريس وليس على المتقدمات. في هذا العام أصبح هناك مساواة، من يدخل أو من يريد أن يتقدم لمهنة التعليم فليتقدم لهذا الاختبار من المعلمات، من المعلمات أسوة بالمعلمين. فهو ليس اختبار حديث وليس يعني بدعة لأول مرة يطبق، بل هو يطبق من فترة يعني طويلة على المعلمين أو المتقدمين للتدريس، والآن يطبق على المتقدمات للتعليم. هو ليس بدعة من الأمر كما ذكرت. نعم. لكن البدعة فيما يراه الكثير بأنه إذا ما طبق بداية يعني. نعم. ما حيكونون مثلا على سبيل المثال الرأي العام يرى وحتى المعلمات. نعم. أنه يعني تحصيل فيما يختص بالمعلمين أو عفوا بالطلاب الذكور. نعم. نتكلم عن المعلمين عندهم. نعم. هم أفضل ولا البنات في التعليم الخاص أيضا بالبنات هم الأفضل؟ يعني كلهم سيان، مخرجات واحدة وتعليم واحد، إيش معنى المساواة؟ ما جت إلى الآن ليش ما تطبق من البداية؟ إيش معنى جيتوا بعد 10 سنوات تطبقون على المعلمات؟ ممتاز. هل هو لأنه فرصة للضغط مثلا على أعداد الكبيرة تتقدم للتعليم بالحالة هذه، والله إحنا نبدأ نفرز جزء منهم نقول إحنا خلصنا منكم لأنكم أنتم مؤهلين؟ ربما العكس هو صحيح. يعني طبق على المعلمين من فترة كما ذكرت، وأصبح ليس هناك مشكلة باعتبار الاختبار يطبق كل عام، والأعداد تقريبا المتخرجين كل سنة يطبق على الاختبار، ولم يكن هناك أعداد كبيرة جدا. ما أخر بالنسبة للمركز قياس في تطبيق هذا الاختبار أن الأعداد كانت كبيرة للتقديم على الاختبار للبنات. وبالتالي كان هناك صعوبة كبيرة في تطبيق الاختبار على كل المتقدمات. فالعكس صحيح أن الأعداد المتقدمات الكثير ربما هو الذي يعني أجل نوعا ما تطبيق الاختبار. يعني هل رغبة وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية بتطبيقه منذ زمن من طويل للبنات؟ من 3 سنوات وفي تفاوض بين المركز وبين وزارة الخدمة ووزارة التربية والتعليم، ولكن الأعداد الكبيرة ربما يعني حال دون التطبيق في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن الأعداد ربما تفوق الاحتياج الفعلي، بمعنى إذا تقدمت متقدمة للاختبار واختبرت ولم تتوظف لسنة أو سنتين أو 3 سنوات فربما لا يكون هناك فائدة من تطبيق الاختبار. لذلك هناك اتفاق الآن، ربما قرأتم عنه وسمعتم عنه، أن هناك 3 مراحل لتطبيق الاختبار خلال عام بمشيئة الله سوف يغطي جميع المتقدمات أو المرشحات للتدريس أو المتقدمات لوزارة الخدمة المدنية على 3 مراحل. المرحلة الأولى تضم مجموعة من التخصصات، إذا تحب نبدأ فيها، نبدأ في الترتيبات الخاصة فيها. على سبيل المثال في الاختبار الذي سوف يبدأ من شاء الله في بداية شهر 4 من 4 إلى 8 4 سوف يتناول مجموعة من التخصصات، منها الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمكتب والبحث، وبعض تخصصات التربية الخاصة مثل الإعاقة الفكرية، صعوبات التعلم، التوحد، العوق السمعي والتدريبات الإعاقة، بالإضافة إلى تخصصات لا يوجد لها اختبار تخصصي ولكن توجد في اختبار واحد تسمى تخصصات أخرى، وهي تخصص تربية فنية وعلم نفس وعلم اجتماع وعلوم إدارية ومختبرات وتفوق وابتكار. هذا
المتقدمات للمرحلة الأولى سوف تكون في شهر 4. سوف يعطون يعني أنت تتكلم مش المتقدمات، تتكلم عن المتخرجات في هذا التخصص. المرشحات طيب. نعم سوف يعقبها فترة أخرى في شهر 5 بعد شهر تقريبا، وهي الأعداد سوف تكون محددة مسبقا من وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة التربية والتعليم، يعني بحسب الاحتياج، ومن ثم يرشحون 3 أضعاف العدد المطلوب. نعم ثم يتقدموا الاختبارات في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة سوف يغطي بمشيئة الله جميع المتقدمات بغض النظر عن التخصص وأيضا الأعداد، وهذه بتكون في مرحلة لاحقة بمشيئة الله بعد إجازة العام الدراسي أو في قبل الحج تقريبا. طيب. في ذلك المرحلة الثانية هي اللي يهمني استوضحها، لأن نعم. ما فهمت بشكل واضح من قبل جهات اللي هي وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية. نعم. ذكرت نعم هي من تحدد الأسماء اللي بتروح للاختبار ولا الاحتياج؟ هي تحدد، طبعا الاحتياج محدد مسبقا فتحدد بحسب المعايير المفاضلة، يعني ترشح 10 أضعاف العدد. فرضا لو تحتاج في التربية الإسلامية 1000 معلم ممكن أن ترشح للاختبار 10,000. بس أنا أقصد أنه هي اللي ترشح هذه الجهة الخدمة المدنية، لأن الأعداد كبيرة، فبالتالي في المرحلة الثانية هي ترشح حسب المفاضلة، حسب اللي عندها، المفاضلة التي عندها، حسب الأولوية من لديها، يعني فرصة أنت يعني في حال توفر الوظائف تكون لها الأولوية. يعني التربية الإسلامية يحتاجوا 1000 فرضا مثلا. نعم. الموجود عندهم في القائمة في المفاضلة مثلا 30,000 حياخذوا أول 3,000 يرفعوهم للترشيح ولا؟ إذا كان فرضا لديهم الآن في قوائم الانتظار لفرضنا 60,000 طيب، والاحتياج مثلا 3,000 قلنا احنا 1000، هل من المعقول الاختبار كلها الأعداد؟ إذا بحسب معايير المفاضلة التي لدى الديوان حياخذوا أول 3,000 وزارة الخدمة المدنية ياخذون عدد الاحتياج مضروب في 10 مثلا. بس اقصد انه يصير ياخذ على السرع اللي عنده في الانتظار. نعم. بالمفاضله بالضبط. هذا مقصدي يعني المفاضله، سواء على الشهاده على المعدل اللي حاصل على المفاضله في النقاط العليا على معايير المفاضله بالضبط. طيب هذا في مراحل التطبيق. نعم. لكن المفهوم اللي حيصير نوع الاختبار، لانه عندكم انتم مجموعه اختبارات بالضبط. انت تتكلم عن اختبار كفايات، ايش المعني بالمصطلح هذا؟ لانه في ناس قالوا قياس، في ناس قالوا قدرات. نعم. ناس قالوا تحصيلي، ناس قالوا كفايات، في ناس قالوا اللي هو اللغه الانجليزيه وغيره. نعم. ايش نوع الاختبار الان تتكلم عن تخصص اللي هو الكفايات؟ طبعا المركز القياس لديه اكثر من 10 اختبارات في عده مجالات، منها اختبار المعلمين او المعلمات، المعلمين والمعلمات، وهو من ضمن حزمه الاختبارات. طبعا لو نأتي إلى هذا الاختبار الآن في 20 اختبار تحت مسمى اختبار المعلمين والمعلمات. سابقا كان يسمى اختبار الكفايات لأنه كان مبني على كفايات، ثم بعد ذلك بني على معايير الآن. وأيضا المرحلة الثالثة من تطوير الاختبار بدعم مشروع تطوير وبإشراف وزارة التربية والتعليم، هناك مرحلة إن شاء الله الآن على وشك الانتهاء منها أيضا لتطوير الاختبار ولتغطية عدد كبير من التخصصات، بحيث يكون لدينا حوالي تقريبا 25 اختبار تخصصي للمعلمين والمعلمات. طيب الموضوع يعني الضغط الإعلامي لحواجه الآن، وإحنا نعرف قضية التكدس فيما يختص بالفتيات في البحث عن وظيفة. نعم. أقرار على الأقل حتى الآن، لأنه ما بعد بان صورته بشكل، إحنا نستوضح معكم في هذا اللقاء بعض المسؤولين اللي حينضمون معنا. هل ترون أنتم في مركز قياس بموافقتكم على إجراء هذا الاختبار بعد مرور وقت معين من 3 سنوات قرابتها، أنتم يعني تدفعون بشوي حتى تجهزون في الإمكانية، أنه حيسهم في تحقيق فعلا مصلحة للفتيات؟ ما حروح معاك للمصلحة الأبعد، يقولوا أنه حيكون مصلحة في التحصيل العلمي للطلاب اللي أو الطالبات اللي حيتخرجون، نفس هؤلاء المتقدمين والمرشحين أو المرشحات الباحثات عن وظيفة في التعليم، هل هذا من مصلحتهم الاختبار فعلا؟ إذا سمحت لي خلينا نتكلم بالمصلحة، لابد هناك مصلحة عامة للمجتمع وهناك مصلحة فردية، وهذه ما تناولها أهداف الاختبار. الأهداف الاختبار في 3 أهداف عامة الاختبار. الهدف الأول هو أن يكون هناك أداة موضوعية لعملية الاختيار والانتقاء لوزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو أن يكون أداة تطوير، بمعنى من يرشح ومن يقبل في وزارة التربية والتعليم يعطى بيانات عن المختبرين والمعينين، بحيث يحدد نقاط القوة والضعف لديهم، وهذا يساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية. أيضا يستخدم وهو الهدف الثالث لتقويم برامج إعداد المعلمين والمعلمات.
الآن نزودهم بتغذية راجعة عن مستوى خريجيهم. هذا السؤال اللي وصلك إياه فعلا، يعني من ناحية البحوث والدراسات هل مركز قياس فعلا يعتمد على بحوث ودراسات؟ شيء أكيد أنه بالنسبة يعني لاختباراتنا الآن يتقدم المتقدم يدفع الرسوم أين نعم. تكون الرسوم هذه يحصل على نتيجة الاختبار، ما هو عارف مستوى ودقة نتيجة الاختبار هذه على أي أساس مبنية، ما هي الأسس والمعايير المبنية عليها، ما في شيء واضح بالنسبة له، يتقدم مرة ومرتين وثلاث وتكون درجاته مقاربة، ما في إحساس عنده إلى الآن بالثقة، وبالذات أنه أنتم يعني اللي أفهمه أنا ما بتحدث عنكم، لكن اللي أفهمه أنكم أنتم جهة تقوم بالاختبار والقياس، ليست نعم. معنية بالقبول الوظيفة أو برفضها من الجهات، يعني نعم. أنتم جهة محايدة ما لكم نعم. علاقة، طلب نعم. منكم هذا الأمر، فبالتالي أنتم فعلا هل تقدموا دراسات وبحوث يعني للمصلحة العامة كما تذكر نعم. كما تفضلت أنه المستقبل التعليم حتى عندنا من يدخل هذا السلك التعليمي بأن يكون هو الأفضل والأجود ممن تم اختيارهم؟ لا شك أن هذا هو الهدف الأساسي. عندما نتكلم عن الهدف أنا أعرف الهدف بس هل فعلا في عندكم شيء؟ أنا أتكلم لك عن الأسس التي بني عليها الاختبار. الاختبار أي اختبار من الاختبارات التي تكلمت عنها حوالي 20 اختبار الآن وسوف إضافة إلى اختبارات أخرى مبنية على أسس علمية ومبنية على إطار وعلى كفايات نسميها الآن معايير، وهذه المعايير عمل عليها مجموعة من المتخصصين في كل تخصص من التخصصات. هؤلاء المتخصصين سواء من أساتذة من الجامعات أو من وزارة التربية والتعليم المشرفين أو مشرفات، هذا في مرحلة المحتوى الاختبار. ثم بعد ذلك تأتي مجموعة وسلسلة من الإجراءات لبناء الاختبار، وأيضا هذه تمر بعدد من الخطوات. هذه الخطوات حقيقة هي خطوات قياسية عالمية يتبعها المركز 100%، وهي معايير جودة ملتزم بها المركز في جميع اختبارات وليس في اختبار واحد. طيب الأعداد الكبير اللي راح تتقدم من الخريجات، احنا نشوف الأعداد اللي تتقدم يعني دائما عند الذكور فيه دائما يكون بداية كل عام دراسي هناك نقص في بعض التخصصات في توظيف المعلمين نعم. وزارة التربية والتعليم تعلن عنها للتعاقد من الخارج. التربية والتعليم فيما يختص بالمعلمات هناك تكدس وهناك أعداد مهولة تفوق على 300,000 في الانتظار والباحثات عن هذه الوظيفة. أنتوا الآن ذكرت لي طرق في الاختبار، لكن لما تفتحوا بعدين النطاق مطلقا يعني للقبول كيف حتتعاملوا مع هذه الأعداد؟ طبعا احنا الهدف أن هذه السنة يعني نغطي كافة الأعداد في قوائم الانتظار أيا كانت الأعداد مع نهاية هذا العام، وبعد ذلك سوف يكون لا شك أن سوف العدد يقل لأنه الخريجات في كل عام هم من يتقدمون الاختبار، فلن يكون لدينا عدد تراكمي مثل الأعداد التي سوف تدخل الاختبار. الاختبار سنتين ولا ثلاث؟ ثلاث سنوات. أي نعم. ثلاث سنوات. فبالتالي ما أتوقع أنه كل سنة سوف تدخل الجامعات مثلاً 100,000 خريجة يعني في كل التخصصات. سوف يكون الأعداد تقريباً من 10 إلى 20 إلى 30,000، وهذه من الأعداد التي يمكن المركز يغطيها بكل سهولة فيه. طيب في اختبار من اختبارات فيما يختص لو تحدثنا عن يعني انا بسالك بعض الاسئله اللي احس انها موجوده عند الراي العام تفضل. الان النتائج والدراسات اللي تقومون فيها البحثيه بعد نعم. نتائجكم الاختبارات اللي تقدم وانتم تتكلم عن عمر الان يعني نعم. عقد من الزمن ما هو بسهل، هل ما يقدم للجهات انه يقول لك والله عندنا الجهه الفلانيه مخرجاتها مقارنه بالجهه الفلانيه المتقدمين، يعني انتم اعتمادكم نعم. مثلا خريجين جامعه الملك سعود ولا خريجين جامعه الملك عبد العزيز الامام خالد كذا نعم. انه في الجانب هذا هم اللي متفوقين اكثر وهم التميز عندهم، اذا في الجهه الاخرى هذه المعايير اللي تعتمدون عندكم فيها ولا تعتمدون على تحصيل خاص كيف؟ لا بالنسبه لهذا الموضوع الثالث اللي تكلمت من الاهداف، في كل عام وبعد كل تطبيق نزود الجامعات بتقارير عن مستوى خريجيها في كل التخصصات، وطبعا هذه التقارير سرية للجامعات ترسل بهدف التعرف على جودة مخرجاتها، ومن يطلب الجامعات تفصيل أكثر ممكن نزودها بتفصيل أكثر عن مستوى خريجيها. على سبيل المثال كلية التربية بجامعة الملك سعود طلبت مستوى خريجيها للاعتماد، لأن أصبح من شروط الاعتماد وخاصة من هيئات عالمية أن يطلبون نتائج خريجيها من إحدى الجهات الخارجية غير الجامعة، فأخذوا منا نتائج طلابهم وهذه ساعدتهم على الحصول على الاعتماد الأكاديمي كشرط من شروط الاعتماد. فنحن في يعني سابقا كان في تقارير ترسل الجامعات، ولاحقا هناك إن شاء الله سوف يكون تعاون وتنسيق بيننا وبين الجامعات. الاختبار هو نفس الاختبار اللي حيقدم للمعلمين ولا يختلف؟
طبعا هو نفس، بما انه نفس المحتوى ونفس المناهج سوف يكون نفس الاختبار. اي مناهج محتوى التعليم تحصيله كتعليم عالي ولا اللي راح يطرحه في التعليم كمعلم؟ اقصد كمهنه تعليم سوف يكون الاختبار موحد، ما لم يكن هناك تخصصات تقتضي التغيير. على سبيل المثال هناك تخصص لدى التعليم البنات يسمى تربيه سريه او الاقتصاد منزلي، هناك اختبار خاص فقط للبنات. هناك مثلا الاختبار اخر رياض الاطفال، رياض الاطفال يقدم عليه المعلمات او الفتيات، والاختبارين فقط يعني اعد فقط لهذا بحكم التخصص وندرته انه ينطبق عليها، لكن اتكلم عن المخرجات. يعني الان بعد الدمج اللي صار لضم الكليات المعلمين كانت خاصه بوزاره التربيه والتعليم وانضمامها للتعليم العالي، المخرجات تختلف، كانت المناهج مختلفة. أنتم عندكم خلفية أنها مختلفة ولا مطابقة لمناهج التعليم العالي؟ أنت حتختبروا ما هو اللي فيه حيدرس، أنت حتختبروا في اللي قاعد درسوا في الفترة الماضية ولا لا؟ أنت الآن النظرة هي ليس ماذا درس، ولكن النظرة ماذا يتطلب التعليم العام لتدريس هذه المواد. مو هذا السؤال، لأنه فنحن نركز على المتطلبات التي تقتضيها وترتضيها وزارة التربية والتعليم. مو هذه المتطلبات لما يكون درس مثلا طرق التدريس، الأساليب التدريس وما إلى ذلك، مناهج تختلف أيضا كانت في الكليات التربية، وتكلم عن حقيقة البنات، وتكلم عن أيضا حتى اللي متقدم مثلا بعد ما يكون ما هو تربوي حصل على دورة تربوية، يختلف عن اللي دارس دراسة كاملة تربوية، يختلف عن اللي ما هو متقدم للحصول على أي شيء، يكون قد يكون أكفأ حتى من التربوي. فهنا اختلاف المناهج هذه في التعليم العالي مأخوذة بمعيار واقعي عندكم، ولا معناها حيكون على اللي راح يدرسه هو في المستقبل بس؟ أنا ودي لو أرجع لمحتوى الاختبار، محتوى الاختبار يركز على عدة أمور، منها ماذا يدرس في التعليم العام، مناهج التعليم العام، بحيث أن هذا المتقدم يستطيع أن يدرس هذه المادة بمحتواها العلمي بالمناهج وطرق التدريس الخاصة فيها أو العام. هذا بالإضافة إلى هذا ما يعني متطلبات هذه المهنة بشكل عام سواء داخليا أو خارجيا، متطلبات مهنة المعلم. فنحن لا نتعامل مع كل برنامج يدرس في جامعة معينة، ولكن ننظر إلى أن هذه متطلبات، من يفي بهذه المتطلبات فهو ممكن أن يكون أو يعني مهيئ أن يكون معلم، ومن لا تتوفر فيه هذه المتطلبات فيجب أن يعيد يعني تأهيل نفسه لاجتياز هذا الاختبار. كيف حيأهل نفسه مرة ثانية إذا حصل على شهادة التعليم ممتاز. العالي؟ يعني هو يفترض أنه ما أخذ هذه الوثيقة التخرج من الجامعة أو من الكلية إلا أنه اجتاز، معناه مؤهل، اجتيازه مؤهل. طيب، كيف يرجع يختبر؟ هذا السؤال اللي أنا أتوقع أنه حيسألوني إياه لو اتصل علينا أحد. طيب، أنه أنا حصلت على شهادة بمعناه أني أنا مؤهلة، مع أني غير مؤهلة في اختبار قياس مركز قياس، ليش يعطوني الشهادة من أول؟ طيب ممتاز، كتعليم عالي ولا لا؟ جيد. سؤال مشروع؟ سؤال مشروع ورد عليه أيضا مشروع. كما تعلم الاختبار هو أكرم ما يكون اختبار ترخيص مهني. في مثلا في كلية الطب الخريج لابد أن يجتاز اختبار يسمى هيئة التخصصات الصحية. هل هذا ينفي أنه حصل على البكالوريوس وأنه أصبح طبيب؟ ولكن لا ترى أحد يعني يقول لابد أن أصبح طبيب بدون اجتياز هذا الاختبار. معليش يا دكتور، معليش، بس المقارنة هنا ظالمة، ما هي منطقية. وش الظلم فيها؟ الظلم فيها أنه الممارس للقطاع الصحي أنت حتقدر ترجع تجيب وتختبره مرة ثانية ومحدودية مهمة، أنت إيش حتسوي؟ حتجيب المعلم اللي على رأس العمل وتسوي الاختبار قياس تقول والله أنت غير مؤهل وحتمشي؟ أنا أتكلم عن الترخيص المهني. هو الترخيص المهني سواء في مجال الطب، في المحاماة، في الكثير من التخصصات تقتضي، أو الهندسة حتى تقتضي الحصول على رخصة لمزاولة هذه المهنة. ما اختلفنا معك أنا، بس إيش حتسوي مع التعليم؟ أن نرفع من احترام مهنة التعليم بحيث تكون لا يلتحق بها إلا شخص مؤهل. طيب وش بتسوي في الموجودين أوريدي، يعني موجودين على قائمة التعليم؟ كما تفضلت قبل شوي نحن لسنا معنيين بالتوظيف. نحن الآن وفق معايير محددة واختبارات. انتم انتم معنيين، لكن لازم تبرزون دوركم وتبرزون دور مثل هذا القياس، لأن الناس الآن حتوجه التهمة لكم. التهمة في ماذا؟ في أنكم أنتم الآن تضعون عائق في قضية التوظيف، وبالذات مختص بالمعلمات. نعم، أقول لك حقيقة، يعني الآن الأزمة ترى أنها تدار من قبلكم أنتم المعنيين فيها كقياس أكثر من غيركم، لأنه بدأت عند الطلاب في القبول للتعليم العالي وفي الاختبارات المتخصصة، بدأت عند المعلمين، بدأت في الكليات العسكرية، في كل مكان أصبح الآن التعليم اللي حصله الشخص في تعليم عام 12 سنة
يقاس في الأخير باختبار واحد في ساعتين ويحدد مستقبله فيه. المعلم تحصيل 12 سنة وأربع طيب. سنوات عليها، فمعني دوركم أنا أعرف جيدا أنا أعرف، لكن العامة لا يعرفون ذلك، يرون أنه قياس هو المعني وهو الآن من وضع هذا القرار وحيطبق، وحتى لو صار بطلب من الجهات المعنية في، نعم. في مثل هذه الاختبارات لم يكن العائق الاختبار عائق أمام المتقدمين للتدريس، بل أن هناك كثير ممن اجتاز الاختبار ولم يتوظف ولم يكن في يوم من الأيام عائق، ولكن هو متطلب متطلبات جودة التدريس أو المتقدمين للتعليم. هذا حصل على فرصة ثانية، المعلمات كلهم يبحثون عن التعليم الـ 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 أيضا من لم يجتاز هذا الاختبار هناك فرصة ثانية وثالثة ممكن أداء الاختبار، ولكن لا يمنع أن شخص أو متقدمة حصلت على درجة ضعيفة على الاختبار أن تعيد على الأقل تهيئة، لأن كما تعلم الآن بعض المتقدمات ربما انقطعت عن التعليم أو بعد التخرج العشر سنوات أو ما شابه أو ربما أكثر، فلا يمنع أن تعود إلى تخصصها وتواصل مع يعني تراجع ما أخذته سابقا، لأن لابد أن يكون هناك احترام للتعليم واحترام حقوق الأطفال. هذا ما كان يطالب به الرأي العام منذ القدم، يعني أنه نحن نقدس عندنا اللاعب الكرة بالملايين أكثر من المعلم. للأسف هذه أزمتنا احنا في واقعنا في التعليم. الدكتور صالح الشمراني أستاذ القياس والتقويم معنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور صالح مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك. يعطيك العافية دكتور صالح. يعني الوضع الآن، السؤال البسيط اللي حيسأل، احنا عندنا أصبحنا الفترة الحالية نعالج، يعني البعض يرى أنها حلول مؤقتة، ويعني نوع من الحلول المؤقتة لقضايا مؤقتة مع أنها معنية بمستقبل. فبالتالي الأزمة الآن في القرار، إن كان حتى وإن كانت حيثياته صحيحة وأنه نبحث عن احترام وتقديس المعلم وأنه يكون هو الأولى والأفضل والأجود، ولكن مع ذلك سيخلق نوع من الأزمة فيما يختص بالمعلمات. ليش بعد عشر سنوات جينا نعمل لهم هذا الاختبار؟ والكثير الآن من التحقوا سواء حتى من المعلمين والمعلمات بالسلك التعليمي وقد لا يكونوا مؤهلين نهائيا لهذه الوظيفة، بالتالي الاختبار هذا الآن ماذا سيضيف لنا كواقع في العملية التعليمية بشكل عام؟ حقيقة يعني ودي في البداية أفرق بين شيئين في هذا الموضوع. الجزء الأول التوظيف، وهذه مسؤولية جهات مختلفة، وزارة التربية والخدمة المدنية وربما وزارة المالية في إحداث وظائف. والشق الآخر تحسين المدخلات العملية التعليمية، واللي يعتبر المعلم أو المعلمة أحد أركان إن لم يكن أهم الأركان العملية التعليمية. فمن حق وزارة التربية والتعليم أن تبحث عن الأفضل، عن الأصلح لتدريس الطلاب. يعني لكل ولي أمر يحتاج أنه، أو لو سأل نفسه سؤال من الأفضل لتدريس ابني، بيختار الأفضل لتدريس ابني بغض النظر عن تعاطفنا مع عملية التوظيف أو مع عملية إحداث وظائف أو كذا، هذا شيء مختلف. لكن الاختبار أو يعني هو ليس شيء جديد، أو إن لكن بداياته في المملكة كانت بدايات حديثة، وبالتالي أي موضوع جديد عادة يكون فيه أخذ وشد وعطاء لحد ما يوصل لمرحلة معينة من القبول عند المجتمع، وخصوصا إذا اكتسب ثقة عالية في أنه النتائج كانت دقيقة. ولكن دكتور صالح لو سمحت لي، دكتور صالح، شفافية عالية في الأرض. نعم دكتور صالح، يعني أعود عليك بالسؤال اللي سألته الدكتور عبد الله من شوي، أنه الآن مسيرة عملية تعليمية بدأت، ونتكلم يعني خليك من التعليم العام اللي تحصل عليه الطالب والتحق بالتعليم العالي. المدة الحد الأدنى خليه يقول أربع سنوات، إذا ما زادت عن أربع سنوات في التعليم العالي ليخرج أو تخرج كتربوية، يعني مو بس تحصيل علمي في الجانب العلمي، نتكلم عن التربوي، لأن وزارة التربية والتعليم لا تأخذ إلا التربوي. فبالتالي أنه لما يمنح هذه الوثيقة، يعني ما هي زي مثلا ما قارنها الدكتور عبد الله قبل شوي بالتخصصات الصحية كطبيب يمارس، هي أغلبها فكرية وثقافية وعصف ذهني فيها. فبالتالي أنه ما منح هذه الوثيقة إلا هو مؤهل أنه يجتازها، يعني لما يجتاز مادة طرق تدريس فبالتالي معناه فهم طريقة التدريس كيف هي، وإذا كان تخصص الرياضيات أكيد حيعرف يجمع واحد زائد واحد ويعرف القسمة ويعرف الضرب. ليش الاختبار أصبح الآن حصر على أنه، هل هو فعلا يعني له أسباب ثانية تداعيات الضغط في قضية حصر المتقدمين للوظيفة، أو أنه غير ثقة في مخرجات التعليم العالي أصبحت مهزوزة كعذر نقول والله يقبل هذا العذر، وأنه إعادة التأهيل حتى يجتاز؟ نعم لكل اختبار غرض محدد، معي؟ لكل اختبار غرض محدد حقيقة.
اختبار المعلمين او المعلمات اللي يقدم المركز الوطني للقياس والتقويم، اعتقد حسب ما يذكر وحسب ما واضح انه للانتقاء، للاختيار فقط، الاختيار الافضل، ليس له علاقه بهل هو مؤهل ولا غير مؤهل. ربما احنا نتخرج من الكليات التربيه بالالاف ومعدلاتهم تختلف، في اللي يتخرج 5 من 5 ويتخرج 2 من 5 وفي 3، فبالتالي ادائهم متفاوت حتى في تاهيلهم في الكليات. انا لما يتقدم عندي 20,000 واحتاج منهم 3,000، لابد من معيار موحد للجميع، لأنهم تخرجوا من جامعات مختلفة وكليات مختلفة والجريدنج سيستم مختلف من الجامعات والكليات، فبالتالي ما عندي معيار موحد أختار الأكفأ للتدريس، فألجأ إلى اختبار المعلمين والمعلمات كمعيار موحد للحكم على تأهيل، ليس تأهيل، الحكم على الأصلح لتأدية مهمة التعليم اللي تطلبها أو تنشدها وزارة التربية والتعليم. طيب، فهو ليس حكم على مخرجات الجامعات وإن كان يؤدي هذا الدور. يعني وذكر الدكتور عبد الله بالقليل، كنت أستمع للقاء، أن هناك ترسل تقارير سرية للجامعات لا على تقارير أو كذا. أنا بس يعني كمقترح أننا نتجاوز مرحلة السرية، لأنه من حق الطالب يعرف لما بيسجل بجامعة ويلتحق بجامعة أنه والله كليتي هذه خريجيها يعني يؤدون كويس بعد ما يتخرجون ولا لا. أنا يعني عندي في وطني 24-30 جامعة، بسجل في أي جامعة يعني تتابع فيها، فمن حقي أني أختار الجامعة الأفضل، فلماذا لحد الآن يعني نتعامل بسرية النتائج؟ نعم، يعني سؤال نطرح للدكتور عبد الله، لكن الاختبار مشروع للانتقاء وليس للحكم على التأهيل. الدكتور صالح بن علوان الشمراني، أستاذ القياس والتقويم في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك. معنا خلود، أحد المعلمات. خلود تفضلي، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله. سمعت إلى كلام الأستاذ عبد الله في خصوص هذا الموضوع، لكن بالنظرة العامة كنا نبحث عن تطور التعليم في المملكة. مثل هذا القرار تطبيقه على دفعات دون أخرى، خصوصا أن هنا كثير من الدراسات المواد التعليمية في الجامعات تعتبر كلها يعني مؤهلة المعلمة، خصوصا أنها قبل الحصول على التدريس في المدارس الأهلية تكون المعلمة لديها موافقة صادرة من إشراف التربوي، هذه تعتبر رخصة للتعليم، مثل ما قال الأستاذ عبد الله أنه يؤهل نفسه، فيعتبر كأنها ترخيص مهني. إذا كان يعتبر هذا الاختبار ترخيص مهني، الموافقة الصادرة من الإشراف التربوي في هذه الحالة للمعلمة ليس لها أهمية. ثم بعد ذلك نبحث عن تطوير التعليم بالمملكة، ننظر إلى طرق التدريس في الجامعات ومناهج التدريس فيها، فضلا أن بعض المدارس فيها مشرفات المواد بالمدرسة تتابع المعلمات، أداءها وأداءهن كفيلة بتطوير التعليم في جميع النواحي. هذا القرار أنا أرى برأيي أن الكلام الأستاذ يناقض الواقع بشكل كبير، خصوصا أن من هم على قائمة الانتظار أغلبهم لديهم خبرة في مجال التدريس. هذا كافي أن يجعل المعلمة تقدم في أداء المعلمة في تدريسها واطلاعها على مستجدات المادة العلمية. ولكن أستاذ خلود، إذا ما حصلت على نتيجة في الاختبار بالتالي غير مؤهلة للشغل هذه الوظيفة، على الأقل في الجهات الرسمية. اي، فكأنك تلغي كل المدة التي قامت دراستها المعلمة في الجامعة والخبرة التي مارستها في المدارس الأهلية، فكأنك تلغيها بهذا الاختبار في مدة قصيرة. أنا أرى أن الخبرة وقدرة التمرس بالتدريس أمور تساعد على تقديم أداء المعلمة في التدريس، فإما أن يطبق هذا القرار على من لا لديها خبرة في التدريس بتاتا أو خريجات الأعوام القادمة، لأن المعلمات الأعوام السابقة على قائمة الانتظار أغلبهم يكون لديهم خبرة في المدارس. نعم. وأيضا الاختبار المقترح لديه عدة جوانب، إذا كنا نبحث نحن على تطوير المعلمة في المادة العلمية ستقدمها للطالبات أو المادة العلمية التي حصلت عليها، فنكتب اختبارها في مادة التخصص والجانب التربوي. أما الأدبي واللغوي، أنا أرى أن مثلا معلمة مادة دينية، نعم، من فائدة من أن تختبر في الجانب الأدبي، أو أن دراستها في الجامعة لم تتطرق فيها أساسا إلى الجانب الأدبي، فقد تطرقت فيها إلى المواد الأخرى. شكرا لك خلود، عشان الوقت بس يعطيك الصحة والعافية، واضح المداخلة. في اتصال آخر حتى تجهز. سمعت كلام الدكتور وسمعت كلام الأستاذ خلود، مع أنه يعني أنا بس خليني بنقول لك كلام الأستاذ خلود بشكل ثاني. هي على رأس العمل أوريدي حاصل على وظيفتها، وبالتالي ترى بأنه قرار فيه إشكالية عنده، ما بالك باللي في قوائم الانتظار على رأس العمل كمعلمة. هي هي تسأل عن فائدة الاختبار للمتقدمات. الآن الاختبار هو
من الأدوات التي تساعد المؤهلات والتي لديها خبرة والمؤهلة عالية على التوظيف وليس العكس. ومن الدراسات التي أجراها المركز وجد أن هناك ارتباط عالي بين الحاصلين على مستويات عالية في المعدل التراكم بالجامعي ودرجتهم على اختبار المعلمين. فهذا الاختبار هو من الأدوات الموضوعية التي تساعد على اختيار الأفضل والأجود، وأيضا من لديه سواء خبرة أو على مستوى البرنامج كان مؤهلا. القضية الآن عندما فرضا لا يوجد اختبار وأنت لديك 20,000 متقدم وتحتاج إلى 3,000، فلا بد من أداة المفاضلة بين المتقدمات. في هذا موجودة عندهم الأداة اللي قاعد يشتغلون عليها وزارة الخدمة المدنية. هذا السؤال، هل أنت تطلب أداة موضوعية يعني معدة من جهة مختصة متخصصة بهذا الموضوع وهو عملها يتركز حول بناء الاختبارات ومشهودة لها عالميا ومراكز متخصصة عالميا تقدر المركز وخبرته في هذا المجال، أو تطلب من أشخاص أن يعدوا لك اختبار ويعملوا؟ أنا ما أطلب من أشخاص يا دكتور، ما قاعد أسألك السؤال هذا، سألتك إياه قبل شوي. نعم، هي الآن الشهادة الوثيقة هذه بحد ذاتها اجتيازها، يعني خليني أقول لك في المفاضلة أنه ما حيحطوا للمفاضلة مثلا مقبول على امتياز إلا إذا حصلت نقاط عندها 10 سنوات خدمة في مدرسة أهلية وعندها دورات وما إلى ذلك. نعم. التحصيل اللي حصلته العلمي هي مؤهلة، ويفترض يعني أنا مفترض الآن في أي إجازة منحها لك أو شهادة أنه ما تحصل عليها إلا إذا اجتزت من عندي، صح ولا لا؟ هم ما قاعد يختبروا اختبارات ويدرسوا منهج اللي يدرسوها، يعني الآن مؤهل أنه يكون معلم لأنه درس المادة بطرق التدريس التربية الخاصة الكذا المناهج وما إلى ذلك، يعني لما يجتازها معناه فهمها. يفترض أنت الآن تتكلم عن الشهادة الجامعية أم عن الشهادة الجامعية؟ عن معايير التوظيف. أنت تقول أنه وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية لما طلبوا المعايير طلبوها من جهة متخصصة. ما قلنا شيء. طيب. أنه يستأنس بو كرأي لكنه يكون هو الفيصل. معناها في إقرار بأنه طيب. مخرجات التعليم العالي عندنا ما هو موثوق طيب. فيها حتى يأخذ وقدمه للسوق العام. جيد أنه هذا اللبس. أولا اختبار المعلمين والمعلمات ليس هو الفيصل الوحيد للتوظيف، هو معيار من عدة معايير اختيار. جيد. بس أصبح الآن بيكون شرط ضروري بدرجة بحد أدنى ولا لا؟ خلينا نتفق الآن هو إنه معيار من عدة معايير. طيب. جيد. تفضل. وليس هو المعيار الوحيد للقبول على مهنة التعليم. هناك حد أدنى يفترض أن يكون في المتقدم لديه هذه المهارات التي تؤهله للتدريس، وهذا أدنى حد ممكن أن يكون في المتقدم للتدريس. نحن لا نطلب أن يكون ذو خبرة عالية وأن يكون خبير في التدريس، ولكن هناك أساسيات يفترض أن يعني تتوفر في المتقدم لهذه المهنة، وهذا ما يعمل الاختبار. هناك حد أدنى يجب ألا ننزل تحت هذا الحد الأدنى بحيث أن نضمن أنه هناك مع التطوير بالوزارة مع الخبرات مع الحياة العملية سوف يكون هناك تطوير لأداء. ففي القضية قضيتين، القضية الأولى هو أن معيار من عدة معايير تستخدم في المفاضلة، والشيء الثاني يجب ألا ننزل عند مستوى عن مستوى يمثل الحد الأدنى للقبول في هذه المهنة. وهذا أتوقع أنه من البديهيات التي ممكن أن نتفق عليها أن مهنة التعليم مثل بقية المهن لها متطلبات يجب أن يتوفر حدها الأدنى. طيب استأذنك في اتصالات المشاهدين، معنا سلمان من الرياض. سلمان تفضل. مساك الله بالنور، تفضل في دقيقة لو سمحت. سلمان الدكتور صالح اللي من شوية اللي اتصل قبل حق الوزارة أنها تطلب تختار معلمين متميزين طيب وتختار الأفضل طيب. قبل 15 سنة عينوا خريجين أثار وخريجين أعلام، صحيح شرط العيون أثار وأعلام، صحيح بلا خريج أثار وأعلام مدفع التدريس طيب، وشان وافقت عليه الوزارة طيب أو خلهم فزعة. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، جميع لقاءات الدولة الآن القدامى القضاة والوزراء القدامى والحاليين درسوهم مدرسين في الابتدائي خريجين كفاءة خريجين ثانوي، وهذا هم قادر البلد، ولكن القياس هذا سد منيع للكم الهائل من الخريجين أن يخفف الضغط عليهم بس. شكرا. لا أقل ولا أكثر. شكرا لك. شكرا لكم. على السلامة. حياك الله. سد هائل من سلمان يراه. طيب لينا من الرياض تفضل يا لينا، على عجالة برضو دقيقة من المشاهدين تفضلي. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. لو سمحت أنا حابة أسأل، أنا خريجة خدمة اجتماعية من 8 سنوات، يعني أقدر أسجل في البرنامج هذا؟ خريجة خدمة اجتماعية؟ أيوة من 8 سنوات. إلى الآن ما توظفتي قصدك يا لينا؟ لا لسه. طيب وينفع يعني قد أسجل بالبرنامج هذا؟ وثاني شيء، إيش معنى مؤهلة تربويا؟
انت خريجه ايش يا لينا؟ لينا متخرجه من وين؟ كليه الخدمه الاجتماعيه. تخصص؟ تخصص خدمه اجتماعيه. طيب تسمعين الاجابه. وبعدين انا لما اسجل بالبرنامج هذا يعني يعني انه يسمح المجالي هذا اسجل فيه خلاص يعني يظل اسمي ولا لازم اعاود التسجيل؟ طيب تسمعين الاجابه. لازم تسمعين لينا. نوره من حائل. نوره تفضلي. اسمعين عن طريق التليفون يا نوره الله يرضى عليك. نوره طيب فقدنا الاتصال. معنا سعد من الفلاش. سعد اتمنى المستمعين او المشاركين عبر الهاتف الاستماع خلال دقيقه. تفضلوا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. تفضل يا سعد. اكمل الله بخير. كيف حالكم؟ مساك الله بالنور. تفضل. بالنسبه لاختبار كفاءه المعلمين لماذا لا يكون هناك دورات فعاله للمعلمين الجدد بدل من دائره الاختبار بعد تعيينه كمعلم؟ لا احنا نتكلم الحين عن المعلمات. خلاص موضوع المعلمين اتضح صار واضح يعني. اعتقد ان المساله المشتركه طبعا. طيب لان الدورات صارت كلها تاثير فعلي وتطبيق للمعلم. دورات عن ايش يا سعد تتكلم؟ دورات وشو؟ دورات المعلم تطبيقية يعني في تربوية يعني مثلا أو في تخصص مثلا سوف تكون هناك تساعد يعني هذه الاتجاهات. من تقترح يقدم الدورات هذه يا سعد؟ والله نقترح مركز قياس وتقويم. جهة قياس بعد الاختبار أنا أعتقد أن المعلم لا يقاسي ساعتين حتى يكون مرشحا للوظيفة التعليمية. شكرا لك. وصل صوتك. طيب معنا الله يعينه الاستاذ محمد الدخيل المتحدث الرسمي وزاره التربيه والتعليم. ابو ساره مساك الله بالخير. اهلا وسهلا حياك الله. يعطيك الصحه والعافيه. شاكلك قبول الدعوه والمشاركه معنا. ابو ساره الحين يعني التهم اللي حتوجه الان طبيعي انها توجه مثل هذه التهم بانكم انتم يعني تبحثون عن تخفيف الضغط على التوجه لقضية التربية والتعليم في البحث عن وظيفة للمعلمة كأنثى. من حق الوزارة ومن حق الوطن ومستقبل الوطن أن يكون مخرجات التعليم العام التي هي منطلق لتأسيس كل ما هو في هذا البلد أن يقوم عليها هم الأكفأ والأفضل والأجود وما إلى ذلك. الآن في الفترة هذه في الفقرة هذه أنه جاي متأخر اختبار البنات كان 10 سنوات أو يعني خلينا نقول 5 سنوات حتى عن أقرانهم زملائهم المعلمين. ليش التأخير هذا وليش الوقت هذا بالذات؟ طيب أولا أمسي عليك ومسي على ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات جميعا. مسيك بالنور. أنت جاوبت في معرض السؤال. نحن نبحث عن الأكثر قدرة على مواكبة التطوير في العملية التربوية والتعليمية والأكثر قدرة على متج العطاء داخل مدارس التعليم العام بشكل مبشر. ليست المسألة مرتبطة بوقت أو بزمن ولماذا لم تكن سابقا وأصبحت الآن. مجمل العمل في الدوائر الحكومية وفي قطاعات الدولة المختلفة تتطور بطريقة مضطردة نحو الأفضل، ومن تلك الجهات التي تعمل على تطوير أدائها هي وزارة التربية والتعليم. ولا يمكن أن نطور أدواتنا وأن نطور عملنا في مدارس التربية والتعليم ما لم تكن لدينا المعايير والمقاييس التي من خلالها نستطيع أن نحدد مستوى التفاضل والمفاضلة بين المعلمين والمعلمات. عفوا محمد، بس أنت ذكرت يعني إذا أخذت من إجابتي في ثنايا السؤال السابق هو مقدمة لأنه عندما طبق على المعلمين فبالتالي الرؤية لهذه الفكرة موجودة عندكم، لماذا لم تطبق على المعلمات آنذاك؟ لأنهم كلهم سيان في الأخير، ما سيتعلمهم أبنائنا وبناتنا، فما المفارقة بأنه يتم تأخير المعلمات حتى يتم اختيارهم 5 سنوات؟ هو طبق على المعلمين في ذيك المرحلة وكان المعلمين في ذاك الوقت جاهزين للتطبيق وكانت المعايير تم تجهيزها والمساحة كانت مهيئة لإجراء اختبار. محمد طيب فقدنا الاتصال، يرجع لنا بعد شوي، نحاول معه مره ثانيه حتى يعود. ارجع لك بالاسئله هذه مره اخرى حقت المشاركين اذا تبغى تعلق عليها. كان سلمان يقول بانه قياس وهذه التهمه الموجهه لهم دائما مركز قياس الله يعينهم بانهم دائما هم سد في اي فرصه.
لينا كانت تتكلم عن الخدمة الاجتماعية وتخصصها خدمة اجتماعية، هل يحق لها دخول مثل هذا الاختبار والحصول على يعني؟ أجيب عن الجميع. الأخ سلماني يتكلم عن أنه القياس يعتبر صد، والحقيقة أنه قياس يعتبر أداة من أدوات التجويد المدخلات التعليم وزارة التربية والتعليم، ولم يكن في يوم من الأيام سد، ومثل ما ذكرت أن هناك خريجين ومؤدي الاختبار ممتازين ولم يتوظف ولم يكن سد بالنسبة لهم. الأخت لينا سألت عن التأهيل وش الفرق بين التأهيل التربوي وغير التربوي. كما نعلم في الكليات والجامعات هناك كليات تربوية وكليات غير تربوية، على سبيل المثال بعض تخصصات العلوم رياضيات فيزياء وأحيانا أحياء يعتبر خريجي علوم بحتة أو لا يأخذون إعداد تربوي، وبعض الجامعات الآن رجعت إلى ما يسمى التكامل، نظام التكامل، بمعنى يدرس التخصص في بعض الكليات المتخصصة كما يدرس أيضا تربوي في كليات التربية. وهذا الفرق بين التربوي أو غير التربوي، التربوي الذي يدرس أو خريج كليات التربية. بالنسبة لسؤالها عن تخصص الخدمة الاجتماعية، هو الموجود الآن ضمن التخصصات الأخرى هو تخصص علم الاجتماع وليس يدخل في سياقه الخدمة الاجتماعية. إذا كان يدخل في سياق كان بها، وإن لم يكن فربما يكون في الفترة القادمة. طيب أرجع مرة ثانية معنا الأستاذ محمد الدخيني، أهلا بك مرة أخرى. يعني توقفنا أستاذ محمد عن الحديث بأنه يعني من يحصل على هذه الخدمة التعليمية هم الأبناء والبنات على حد سواء، فبالتالي عندما تكون الرؤية واضحة للوزارة في جانب التطوير من حق الفتيات أيضا يحصلن على أفضل مخرجات التعليم أو مدخلاته أيضا تجويد فيها كما يحصل عليها البنين، لماذا التأخير كان عند البنات؟ وما كان تأخير، هو كانت المرحلة تجريبية وتطبق احيانا هذه الامور تطبق على مراحل تجريبيه بشكل اعتيادي، وطبقت للبنين في مرحله ما، ولما اثبتت نجاحها وانها مقابله للتطبيق بنطاق اوسع على المعلمات طبقت ايضا في جهه اخرى للمعلمات ليس الا. لكن دعنا نتجه الى ما هي الاشكاليه في تطبيق اختبار القياس الان. اذا كنا نتحدث عن أرقام كبيرة جدا، أرقام ضخمة جدا تقدمت للوظائف التعليمية بعشرات الآلاف، والوظائف المتاحة للمعلمات أو حتى للمعلمين هي لا تساوي 10% من هذا الرقم الضخم للمتقدمين للمعلمات والمعلمين. وأن يكون لدينا المعيار الذي من خلاله نستطيع اختيار الأفضل، فالجميع سيتفق على هذا الاتجاه وعلى هذا النسق، وأن الجميع على تحقيق الأفضلية للمعلمين والمعلمات، خاصة أننا نتعامل مع بيت خبرة أثبت جدارته خلال المرات الماضية وخلال السنوات الماضية في اختبارات عديدة، ومنها اختبارات الثانوية العامة، وما أيضا في اختبارات المهنية لعدد من الوظائف، ومنها اختبار المعلمين والآن يطبق على المعلمات. فرأيت أن هناك ما يمكن أن يكون سببا لإيجاد مثل مصطلح التهم التي يمكن أن تتقاذف من هنا وهناك. نحن نقدر في وزارة التربية والتعليم رغبة الجميع بأن يقدموا خدماتهم ويخدموا وطنهم من خلال مدارس التعليم العام، ولكن أيضا الأمانة الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم تتطلب منها أن تكون حريصة على اختيار الأفضل والأقدر على أداء المهنة التعليمية. هذه هي الفرق ليس إلا. صحيح، كلام جدا رائع أستاذ محمد. وبالإضافة على ذلك سأسألك سؤال سأله أحد المتصلين من شوي، وهو سؤال بديهي حيكون، أنه من الأمانة الملقى على عاتق وزارة التربية والتعليم الاهتمام بمستقبل هذا البلد عبر ما يقدم لأبناء هذا البلد في عملية التعليم العام وهو اللبنة والأساس، بالتالي من حصل على فرصة في السلك التعليمي في وزارة التربية والتعليم وهو غير مؤهل، هم موجودين ما نقدر ننكرهم، في معلمين ومعلمات يعني لا يجدر حتى أن يجلس حتى على مقعد الدراسة يتعلم هو فضلا عن أن يعلم، حتى تكتمل هذه الأمانة في وجهة وزارة التربية والتعليم وتطوير الجانب التعليمي عندك أشخاص راح تضطر إلى أنك تتخلص منهم، كيف حتتصرف معهم؟ أنا عثمان دعني أقدم الشكر لك على هذا السؤال المهني جدا. نحن نبحث عن مثل هذه الأسئلة. الآن الحديث عن من هم على رأس سيكون التعامل معهم، ولو التفتنا فقط قليلا إلى الأشهر الأخيرة الماضية أعلنت قبل فترة
قصيرة جدا الانتهاء من مسألة رتب المعلمين ورفعت إلى اتخاذ القرار النهائي فيها، ورتب المعلمين ستنظم كثير من العملية التعليمية داخل المدرسة وستمنح هذه التفاضلات الموجودة في المدرسة والتي أشرت إلى جزء منها. الأمر الآخر رخصة مزاولة المهنة، تمهين مهنة المعلم ليكون كمهنة الطبيب، لا يمكن أن تمارس الطب إلا بعد الحصول على الرخصة التي تمنح إياها من هيئة التخصصات الصحية. نعم. وكذلك المهن التي هناك لها اشتراطات ومقايسات ومعايير محددة. التعليم أيضا سيمهن وسيعطى المعلمين والمعلمات حقهم في أن يحصلوا على تمييز يجعلهم يمارسون مهنتهم التعليمية بشكل إيجابي. الحصول على هذه الرخصة والدخول إلى هذه الاختبارات والمفاضلة في رتب المعلمين كلها تحتاج إلى برنامج أيضا من البرامج المخططة في وزارة التربية والتعليم والمشاريع التي تبناها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتتبناها أيضا الوزارة من خلال وكالتي التعليم في إدارة التدريب التربوي، وهو منح المعلمين الجرعات الكافية من التطوير الذاتي وتطوير الممنهج في دورات تدريبية للحصول معيار أو نتيجة المعايير التي من خلالها يمنح هذه الرخصة، وهي مراحل قادمة ولكنها أيضا ليست بعيدة. طيب عشان الوقت بس أبو سارة، يعني كلام جدا رائع، هذا هو المرجو، إذا أنت حتطبق على الجديد فبالتالي عندك أشخاص فيهم إشكالية، اللي يطلع في رتب المعلمين أو يطلع يكتشف يعني إذا بتعملوا لهم اختبارات أو أيا يكون الطريقة التي ستلجون إليها وغير مؤهل، تتخلصوا منه في وزارة التربية والتعليم؟ نعم، وبالمناسبة يا أخي عثمان، الآن على رأس العمل هناك من يثبت لوزارة التربية والتعليم عدم أهليتهم لممارسة المهنة التعليمية، والعام الماضي أعلن عدد من المعلمين الذين أعفوا وقدم لهم الشكر خلال المرحلة الماضية وأعفوا عن ممارسة عملهم التعليمي، بعضها يرتبط بأسباب شخصية وبعضها بأسباب صحية وبعضها أسباب لا يعني لا توفر فيهم الإمكانية لممارسة المهنة التعليم. بس هذول تحولوا الى وظائف اداريه حولتموهم يا محمد ولا اكثر من جهه تحولوا الى وظائف اداريه ما تقدر تفصلهم في الاخير يحولون الى وظائف اداريه ولكنهم يبعدون عن مدارس التعليم العام. طيب فيما يختص الآن بقضية الاختبارات، يعني تطبيقها حيبدأ من القبول فيما يختص بالعام المقبل للمعلمات، حيكون شرط أساسي الحصول على سميها رخصة ولا سميها اختبار قياس فقط؟ لا، هذا اختبار الكفايات آخر دفعة سيتم قبولها بدون اختبار الكفايات، هم الدفعات الدفعة التي عينت هذا الأسبوع 2700 والمتبقي منهم حوالي 1700 معلمة، هم آخر الدفعات الذين ستدخل إلى مدارس التعليم العام دون أن يطبق عليها اختبار قياس. من سيتم تعيينه في لاحق الأيام في السنوات القادمة سيكون خاضع لاختبار الكفايات الذي أقر في وزارة التربية والتعليم، وهو بالنهاية إنفاذ لتوجيهات سامية للعمل على تطوير العملية التربوية والتعليمية وتوفير الأكفاء القادرين على ممارسة هذه المهنة بالطريقة التي تراها وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالتوظيف الأنسب لاختيار الأقدر على أداء هذه المهنة. تجربتكم مع المعلمين يا أستاذ محمد كيف تصفها الآن حتى يعني تكون القناعة كافية ووافية فيما يختص بالمعلمات؟ تجربة ممتازة جدا وبدأت تعطي ثمار بشكل واضح الآن في الميدان التربوي، ولكن دعنا نقول أكثر من ذلك، نحن نطبق المعيار أو اختبار كفايات لقبول المعلمين في مدارس التعليم العام بمعيار 50% من الدرجة ليجتاز ويمكن الدخول للتعليم، لكن ما الأمر الآخر والأهم هو مقررات التعليم العام، مقررات تحولت وطورت، وحتى ولو كان الحق على درجة الكفايات حصل بمعدل عالي جدا يجب أن يكون أيضا مؤهلا تأهيلا مستمرا خلال العام ليكون مواكبا لهذا التطوير وقادرا على التعاطي معه داخل المدرسة ويقدمه بشكل جيد. الأدوات اختلف والمقررات اختلف والمستقبل المشرق بإذن الله تعالى أمام التعليم، والمعلمين والمعلمات هم شركاء في هذا النجاح بلا شك، وهذا الحرص ليس إلا حرصا على مخرجات التعليم الذين هم الاستثمار الأمثل لهذا البلد والذين نبحث بلا شك لأن نكون وإياهم بإذن الله تعالى في مستقبل الأيام قادرين على قيادة هذه الدفة نحو المستقبل المشرق بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد الدخيل المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أتمنى أن توفق الوزارة في أن يقدر هذا المعلم والمعلمة
أفضل من تقديرهم للاعب ولا للفنان ولا كذا، حتى يكون مجتمع منتج ويتعدل وضع المجتمع ثقافيا فكريا في أمور كثيرة. أنت رأيت أنك علقت على نقطة يعني اللي هي النسبة المحصلة من الاختبار المطبق على الآن على المعلمين هو 50%. نعم ولا لا؟ نفس الدرجات حتطلب من الفتيات المعلمات المتقدمات؟ أكيد أنه بتكون نفس الدرجة، لأن نفس النظام ونفس المناهج. وأودي أضيف إلى ما ذكر الأستاذ محمد أن المعايير الحديثة الآن راعت المناهج الجديدة التي تدرس في التعليم العام، وخاصة فيما يتعلق بمواد الرياضيات والعلوم. هذا روعيت في ووطيت في المعايير التي سوف يعني تنشر على موقع المركز، وأيضا هناك عدة أمور ممكن أن تساعد المختبرين في التعرف على محتوى الاختبار، وسوف إن شاء الله تطبق من العام القادم. هذا فيما يتعلق ب باقي اللي يتعلق بالمركز، باقي اللي بالمركز أبو محمد. بسألك عن النقطة المهمة، تبغى تعلق على شيء معين؟ يعني أنا ودي أعلق على 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 أنت سؤال كررته أكثر مرة، لماذا الآن يطبق على المعلمات ولم يطبق على المعلمين؟ الكثير من الأسباب التي ذكرت. لأنه هو السؤال معليش أبو محمد، هو سؤال البديهي. أنت عندك الفرصة هذه، يعني أنه أنت ترى أنه الآن تجويد المعلم ضرورة ومهم، فبالتالي المعلمة فأنت ليش طبقت على جهة وتركت الأخرى؟ هذا السؤال الطبيعي اللي حيسألونه السؤال الاختبار. بالضبط السؤال المفترض، لماذا تأخرت إلى هذا وليس لماذا تختبر المتقدمات كما أنا ما قاعد. هو السؤال إنه ليش التأخير؟ ما حاصل؟ ليش ما تختبرهم مع بعض من الأول؟ ليش تركت هذولا يعني فترة من الزمن ما اختير راحتهم؟ في من الأسباب التي لم تذكر، وهو النظام أو ما يتعلق بالتعريف بالمختبر أو متقدم الاختبار. كيف يعني؟ يعني ما هو الإثبات أن المتقدمة التي أدت الاختبار هي التي سوف تتقدم على الوظيفة، والتي سوف ترشح، والتي سوف تباشر، يعني الآن مطلوب عندك مفهم منك الإثبات هوية الوطنية أو جواز سفر، واللي ما عندها كرت عائلة حتورط. لا وأيضا كرت العائلة. طيب. والتي وأيضا هناك نظام البصمة التي ليس لديه أي من هذه التعريف البطاقات، ممكن أن تأخذ موعد قبل الاختبار بيوم أو يومين وتعمل بطاقة ذكية بحيث أنها تعرف بنفسها عند القبول وأيضا عند المباشرة في التعليم. هذا حليت أنت الآن في دقيقة، هل كانت تأخذ 5 سنوات؟ السؤال هذه العملية ليست بسهولة، ترى أنت تتوقع عندما يتقدم مئات أو عشرات الآلاف من المتقدمات للوظيفة، هذا من ضمن المعوقات وليس المعوق الوحيد، ولكن المركز بحمد الله بإمكاناته الآن يستطيع أن عشان الوقت ما عندي كثير من الوقت الآن فيما يختص بكم أنتم كمركز. نعم. يعني خلاص فيما يختص بالجانب القبول بالاختبار هذا، إحنا حنقول المستقبل الوطن ومخرجات التعليم يقبل، وكلام الأستاذ محمد بأنه القائمين على العمل حاليا من التحقوا كان خريجين زراعة واقتصاد وإعلام، وإذا كان يعني يلقى به في العملية التعليمية، ويمكن إحنا 15 سنة الماضية ساءت العملية التعليمية نوعا ما بمثل هذه التخصصات اللي ما هم أهلين تربويا دخلوا للحقل. أسألك عنكم أنتم كمركز، ذكرت قبل شوي جملة في مداخلتك وعلق عليها دكتور صالح، ليش السرية؟ يعني أنت ما قاعد تتكلم عن معلومات استخباراتية ولا أمنية لما تقول لك والله الجهة الفلانية، عشان أنا كملتحق بكرة أبغى أدخل والله جامعة الملك سعود تربية، لكن ما هي الأجود؟ الأجود مثلا جامعة جيزان، فأنا أروح جيزان إذا بألتحق بالعملية التعليمية، ليش تبقى ملفاتكم سرية؟ يعني ما فيها شيء خطر يعني. كلام جيد وممتاز. كما تعلم إعداد البرامج، إعداد البرامج الأكاديمية من الصعوبة أنك تغيرها يعني في كل ترم وفي كل سنة، وبالتالي نحن خلال عشر ثواني نحاول على الفترة من مع الجامعات بشكل سري، وبعد ذلك سوف تكون علنية مثل اختبار القدرات. يعطيك الصحة والعافية الدكتور عبد الله بن صالح السعدوي مدير عام الاختبارات المهنية بالمركز الوطني لكاس التقييم، شكرا لك أبو محمد. شكرا لكم.